هذه العملية خصت 2325 سكن بمختلف الصيغ، من بينها 260 سكن اجتماعي بطابع اجتماعي، عندنا 233 سكن من صيغة عدل الثانية، يعني ما تبقي من برامج عدل اثنين. كان عندنا ايضا 150 سكن تساهمي لوجمون ايدي البيا من نوع البيا، وكذلك 1616 سكن توزيع 1616 إعانة لسكن الريفي. الحمد لله يا ربي يفتح علينا، ونشكر الدولة الجزائرية والرئيس تبون والله يرحم الشهداء، والحمد لله يا ربي.